عبر الفنان التشكيلي السعودي الأستاذ الحسين صيام عن احتفائه بذكرى البيعة الثالثة لولي العهد على طريقته، إذ رسم جدارية في منزله أسماها نجدد البيعة، استخدم فيها يده مباشرة دون الرسم بالفرشاة. بالأقوال، بالأفعال، بالمواهب والإبداع يحتفى بالقائد الملهم دائما وأبدا للنشيخ وفينا محمد. لأول مرة يعرض كليب وطننا في روتانا خليجية في برنامج يا هلا. هذا الكليب من كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي، ألحان ياسر مال الله، وطننا يا بعد كل الكلام اللي ولا قلناه بصوت فنان العرب الفنان محمد عبده. وطننا